بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. في هذا الفيديو عزيزاتي سوف نتعرف على شكل الجنين وأعراض الحمل في الشهر التاسع، كما سنتعرف على بعض النصائح التي يمكنك اتباعها حتى تحافظي على حملك بشكل سليم. والآن عزيزتي سوف نكتشف معا شكل الجنين ووزنه من خلال هذه الصور. يمتد الشهر التاسع من الحمل ما بين الأسبوع 37 إلى الأسبوع 40 من الحمل. يبلغ طول الجنين حوالي 3 كيلوغرامات وطوله حوالي 50 سنتيمترا. تزيد قوة عضلات الساق والذراعين عند الطفل، كما تتشكل الأظافر الموجودة في القدمين واليدين ويتجه الجنين إلى أسفل الحوض وفي وضعية تسهل عملية الولادة. يختفي من جسمه في هذه المرحلة الزغب والطلاء والشعر الناعم والطبقة البيضاء المحيطة بالجنين. يكتمل نمو الجنين وتكون كل الأطراف مكتملة، كما أن شعره ينمو وتكون الرئة قد تطورت وأصبحت تمارس عملها بشكل كامل. إضافة إلى ذلك ينظم الجنين خلال هذا الشهر أوقات نومه ويبدأ بالتحرك والدوران عند استيقاظه. ومن الأعراض الشائعة التي تعاني منها غالبية الحوامل في شهرهن التاسع: العرض الأول تشققات البطن والحكة. غالبا ما تشعر الحامل بالحكة في منطقة البطن نتيجة تمدد الجلد وكبر حجم الجنين، ولا يجب أبدا حكها بالأظافر بل يفضل حكها بباطن اليد. العرض الثاني وهو آلام عظم العانة. تعاني بعض الحوامل من آلام عظم العانة أو ما يعرف بألم الحوض، وهو أمر طبيعي وينتج عن تيبس مفاصل الحوض وحركاته، وقد يسبب ذلك التهابا في العظم وأحيانا عدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية. العرض الثالث وهو مشاكل التوازن. يمكن أن تصاب الحامل بالدوار وعدم القدرة على موازنة جسمها، ويعود ذلك إلى ارتفاع مستويات هرمون الحمل، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات مزاجية، كما يؤثر ذلك على وضعيات الجسم كالاستلقاء والوقوف لفترات طويلة. ويمكنك التخلص من مشاكل التوازن من خلال الجلوس والنهوض ببطء مع تجنب الوقوف لفترات طويلة، وكذلك الإكثار من تناول الوجبات الصحية خلال النهار. العرض الرابع وهو الشعور بالتقلصات. هذه التقلصات يطلق عليها اسم براكستون هيكس أو المخاض الكاذب، وهي عبارة عن انقباضات في الرحم تحدث خلال الثلث الأخير من الحمل، وهي أمر طبيعي وتحدث بهدف استعداد الرحم لعملية الولادة. لكن في حال ظهور نزيف مهبلي أو زيادة الإفرازات المهبلية أو في حال حدوث 4 تقلصات في الساعة، يرجى زيارة الطبيب على الفور. العرض الخامس وهو استمرار الشعور بحرقة المعدة. حرقة أو حموضة المعدة هي تهيج المرء الناتج عن حمض المعدة، وهو ما يسبب الشعور بالألم والحرقان، وهو أمر شائع أيضا أثناء الحمل. ويمكنك التخلص من حرقة المعدة من خلال تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر مع تجنب الأطعمة والمشروبات الدهنية والحارة. العرض السادس وهو الشعور بالتعب والإرهاق. في الشهر التاسع من الحمل يستمر التعب والإرهاق المرتبطين بالحمل،
وهو ما يجعل بعض الحوامل يعانون من كثرة النعاس الناتج عن الإرهاق. العرض السادس وهو الغازات والانتفاخات. يرجع ذلك إلى عمل هرمون البروجستيرون على استرخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، وبالتالي تتباطأ عملية الهضم ويبقى الطعام في الجهاز الهضمي لفترة طويلة، وهو ما يسبب في انتفاخ البطن. العرض السابع وهو العرق الزائد عن المعدل الطبيعي. من المعلوم أن العصب الوركي هو عصب طويل يمتد إلى القدم ويلتهب بسبب تضخم الرحم، ويسمى هذا المرض بعرق النساء، وقد يظهر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. بعد أن تعرفنا على الأعراض التي تعاني منها الحامل في شهرها التاسع، سنتعرف على أعراض الولادة التي تظهر على الحامل خلال هذا الشهر. فمع دخول الشهر التاسع من الحمل، يمكن أن تحدث لدى الحامل بعض الانقباضات الرحمية الخفيفة، وخاصة بعد بذل أي مجهود، وتزداد هذه الانقباضات في حدتها ومرات حدوثها قبل الولادة بيومين أو ثلاثة. يمكن كذلك أن تحدث تغييرات على مستوى عنق الرحم، حيث أنه يصبح رقيقا وأقصر من المعتاد، مما يساعد على التمدد والانفتاح حول رأس الطفل. قد تلاحظين أيضاً تسرباً ملحوظاً لحليب الثدي، وهو ما يعني أن جسمك يستعد للولادة. أما العلامة التي تؤكد أيضاً اقتراب الولادة وهي نزول ماء الجنين، فعند تمزق الغشاء الأمينوسي ينزل هذا السائل إما بكمية صغيرة أو كبيرة، وهو سائل شفاف لا رائحة له، وقد يحتوي على دم وعلى مخاط، وفي هذه الحالة يجب الذهاب فوراً إلى المستشفى. إليك الآن بعض النصائح التي يجب عليك الالتزام بها خلال هذه المرحلة من الحمل. عليك عزيزتي الحامل بممارسة الرياضة كالمشي والقرفصاء، باعتبارها تسهل من عملية الولادة، كما أنها تحسن من الدورة الدموية. عليك أيضاً باختيار الملابس الواسعة، حيث أن الملابس الضيقة تزيد من مشكلة ضيق التنفس ومشاكل في الظهر. يجب عليك أيضا تناول الأغذية المفيدة كالخضر والفواكه باعتبارها سهلة الهضم، مع تجنب الإكثار من المنبهات كالقهوة والشاي باعتبارها مضرة للحامل والجنين. دمتم في حفظ الله وأمانه. إلى اللقاء.